Elementary Modern Standard Arabic. Lesson 2. Vocabulary. المفردات. الثاني. الثاني. أستاذ. أستاذ. ما. ما. كتاب. كتاب. ورقة. ورقة. باب. باب. شباك. شباك. طاولة. طاولة. من. من. أين. أين. روبرت. روبرت. نانسي. نانسي. بيروت. بيروت. آن أربر. آن أربر. في. في. ميشيغان. ميشيغان. طالب. طالب. طالبة. طالبة. كذلك. كذلك. هي. هي. هو. هو. دمشق. 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 Additional vocabulary. قلم. قلم. لوح. لوح. كرسي. كرسي. لبنان. لبنان. سوريا. سوريا. أمريكا. أمريكا. Elementary Modern Standard Arabic. Lesson 2. Basic text. النص الأساسي. أستاذ وطالب. ما هذا يا فريد؟ هذا كتاب. وما هذه؟ هذه ورقة. هل هذا باب؟ لا، هذا شباك. وهذه؟ هذه طاولة. The basic text will now be repeated in segments, with pauses after segments. Please repeat after each segment. النص الأساسي. النص الأساسي. أستاذ وطالب. أستاذ وطالب. ما هذا يا فريد؟ ما هذا يا فريد؟ هذا كتاب. هذا كتاب. وما هذه؟ وما هذه؟ هذه ورقة. هذه ورقة. هل هذا باب؟
هل هذا باب؟ لا لا هذا شباك هذا شباك وهذه وهذه هذه طاولة هذه طاولة من أين أنت؟ أنا سليم وهذا سامي أنا روبرت وهذه نانسي من أين أنت يا سليم؟ أنا من بيروت أنا من آن أربر أين آن أربر؟ آن أربر في ميشيغان هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب ونانسي؟ هي طالبة من آن أربر كذلك هل سامي طالب؟ نعم هو طالب من دمشق This basic test will now be repeated with pauses for repetitions. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا سليم. أنا سليم. وهذا سامي. وهذا سامي. أنا روبرت. أنا روبرت وهذه نانسي وهذه نانسي من أين أنت يا سليم؟ من أين أنت يا سليم؟ أنا من بيروت أنا من بيروت أنا من آن أربر أنا من آن أربر أين آن أربر؟ أين آن أربر؟ آن أربر في ميشيغان آن أربر في ميشيغان هل أنت طالب؟ هل أنت طالب؟ نعم نعم أنا طالب أنا طالب ونانسي ونانسي هي طالبة هي طالبة من آن أربر من آن أربر كذلك كذلك هل سامي طالب هل سامي طالب نعم نعم هو طالب هو طالب من دمشق من دمشق
Drill 2. Question formation with من أين. Form questions from the following sentences using the phrase من أين. For example, سامي من لبنان. This becomes من أين سامي. Let's now proceed. Number 1. هي من سوريا. من أين هي؟ وداد من بيروت. من أين وداد؟ أنت من أمريكا. من أين أنت؟ هو من دمشق. من أين هو؟ سمير من لبنان. من أين سمير؟ أنت من ميشيغان. من أين أنت؟
Drill 4. Substitution. Given the sentence, هذا أستاذ من لبنان. Substitute the following words for أستاذ. For example, طالب. This becomes هذا طالب من لبنان. Let's proceed. كتاب. هذا كتاب من لبنان. طالبة. هذه طالبة من لبنان. كرسي. هذا كرسي من لبنان. طاولة. هذه طاولة من لبنان. قلم. هذا قلم من لبنان. ورقة. هذه ورقة من لبنان. طالب. هذا طالب من لبنان. أستاذ. هذا أستاذ من لبنان.
Drill 10. Dictation. Write the following words on your page. Each item will be read twice. There are five items. Number one. Shubak. Shubak. Number two. Ustad. Ustad. Number three. Talibah. Talibah. Number four. Lubnan. Lubnan. Number five. Dimashq. Dimashq. End of lesson 2.